خاطر في الحياة فهم نبنوا بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. مالا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة تونس، عسلامة قروان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم لسكل. هذه سانتي 5.0، المجازين الوحيدة في تونس اختصاصها في حواراتنا وتحقيقاتنا تكون صحية طبية وعلمية بالأساس، وهو القائل: ما جف قلم عالم يستمد من بحر الحقائق. ابن العربي. تتسويت سومير. سومير اليوم باش نحكي لكم على شركة الأدوية اليابانية تشيونجي اللي أعلنت أنها تقوم بإنتاج دواء ضد الكورونا. هذا وأكثر من بعد بشوية شيفور سانتي، أجندا سانتي، وفي زوم سانتي تحقيقنا ومتابعتنا للتحركات للمطالبة بحقهم في الترسيم، أعوان وإطارات الطب اللي يقوموا بتحركات حتى أمام مقر وزارة الصحة. هذا وأكثر من بعد بشوية من أعضاء الجامعة العامة للصحة. ساعتنا الثانية باش نحكيه على الصدفية، هذا موضوعنا من بعد بشوية. الصدفية مرض جلدي يصيب برشة توينسا الكبار والصغار. شنو أسباب المرض هذا؟ شنو أعراضه؟ وطرق العلاج منه؟ هذا وأكثر أسئلة جاوبنا عليهم الدكتورة المختصة في الأمراض الجلدية هاجر كشوخ في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70-035-120 70-035-120. مع رحيم، صحتكم بالدنيا. هذا اللي استنى فيكم بعد بشوية. أهلا وسهلا بكم، نشكركم على حسن اختياركم. 93 سينو 3 دبليو راديو الحياة فهم كوانت سونتي 5.0. كل عادة نذكركم منهم بعد بشوية في ألو دكتور بشي يكون حديثنا حول مرض الصدفية، شنية أسباب متاحة، شنية العوامل، كيفية الوقاية. هذا وأكثر في ألو دكتور. الصدفية مرض جلدي يصيب برشة توينسا الكبار والصغار. شنو أسباب المرض هذا؟ شنو أعراضه؟ وطرق العلاج منه؟ هذا وأكثر أسئلة جاوبنا عليهم الدكتورة المختصة في الأمراض الجلدية هاجر كشوخ في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70-035-120 70-035-120. مع رحيم، صحتكم بالدنيا. هذا اللي استنى فيكم من بعد بشوية. اليوم زادة باش نحكي لكم حول أكثر وفاة كل 100 طفل يتوفاو دون داعي كل ساعة حسب التقرير العالمي لليونيسف. وفقا للتقرير العالمي لليونيسف التابع لمنظمة الصحة العالمية لعام 2008 عن وقاية من إصابات الأطفال، فإن الأطفال والعنف قاتل رئيسي للأطفال في جميع أنحاء العالم، وهي مسؤولة عن ما يقارب من 950 ألف حالة وفاة بين الأطفال والشباب تحت سن 18 سنة كل عام. وهذا يعني أنه أكثر من 100 طفل يتوفاوا دون داعي كل ساعة من كل يوم. والإصابات الغير مقصودة بما فيها إصابات حوادث الطرق، حالة السقوط، الحروق، التسمم، الغرق مسؤولة عن 90% من هذه الحالات، وتشكل حوادث الطرقات وحدها السبب الرئيسي لوفاة بين أعمارهم 15 و 19 سنة، والسبب الرئيسي الثاني بين اللي تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 سنة. ونعب إصابات الأطفال الغير المقصودة في إقليم شرق المتوسط هو أحدى أعلى المعدلات في العالم، لا سيما في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل. فإقليم شرق المتوسط يتحمل حوالي 12% من جميع وفيات الإصابات غير المقصودة في العالم بين الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة. ومرة أخرى فإنها تؤثر بشكل مختلف على القطاعات المحرومة من المجتمع. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. بعد شوية أجندا سانتي والعشرة نص لفلاشة فوق، ما تبعدوش، أنا رجعي سانتي 5.0. الصدفية عافانا وعافيكم الله، كما كي الصغار كما الكبار، كالحساسية الكبيرة مع الحكين تولي مشكلة كبيرة. كيفية الوقاية، كيفية العلاج، كيفاش هذا وأكثر باش نعرفوه، هل هو مرض معدي ولا لا؟ هذا مش يكون موضوعنا في ألو دكتور. الصدفية مرض جلدي يصيب برشة توينسا الكبار والصغار. شنو أسباب المرض هذا؟ شنو أعراضه؟ وطرق العلاج منه؟ هذا وأكثر أسئلة جاوبنا عليهم الدكتورة المختصة في الأمراض الجلدية هاجر كشوخ في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70-035-120 70-035-120.
مع رحيم صحتكم بالدنيا. Tout de suite, je vais vous parler de la 21e journée franco-tunisienne de radiologie fait Agenda Santé. Agenda Santé. La Société tunisienne de radiologie a l'honneur de vous inviter aux 21e journée franco-tunisienne de radiologie qui se déroulera en mode présentiel du 7 au 8 mai 2022. C'est avec un grand honneur que la Société tunisienne de radiologie a le pouvoir de réunir lors de ces 21e journées franco-tunisiennes la grande famille de radiologie le 6, 7 et le 8 mai 2022 في أحد النزل الخاصة بالحمامات. ونعاود ذكركم أنه pour cette année, thème principal de cette année, ce sera l'oncologie. Donc, أكثر تفاصيل نجمو تلقاوها على الباج أوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة FM إذاعة القيروان. هذا فيما يخص الـ 21e journée franco-tunisienne de radiologie بتاريخ 6-7-8 مايو 2022. و22 كانت هذه أجندة سانتي بالنسبة لليوم. تحركات احتجاجية وميدانية وتجمع مرتقب أمام وزارة الصحة، هذا أكثر باش يكون موضوعنا بعد بشوي. لكم من بعد شوي باش يكون حديثنا حول مرض الصدفية اللي راهو ينجم يكون خطير برشا حتى على صحة المواطنين، هذا أكثر فيها. لو دكتور الصدفية مرض جلدي يصيب برشا توينسا الكبار والصغار. شنو أسباب المرض هذا؟ شنو أعراضه؟ وطرق العلاج منه؟ هذا وأكثر أسئلة جاوبنا عليهم الدكتورة المختصة في الأمراض الجلدية هاجر كشوخ في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70-035-120 70-035-120. مع رحيم صحتكم بالدنيا. وتتواصل التحركات الاحتجاجية لأعوان وإطارات الصحة في كامل الجمهورية، هذا وأكثر بشي يكون موضوعنا مع السيد كاتب العام مساعد الجامعة العامة للصحة مكلف بالإعلام والاتصال السيد حسن المس. زوم سانتي. سي حسن أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا، كيف تبوستبايت؟ نشكرك على تدخلك معنا. وتتواصل التحركات الاحتجاجية حتى الميدانية المرضية. ذهب مقر وزارة الصحة وقفة احتجاجية دعت لها زملائنا المتعاقدين بصفة مستقلة، ولكن طلبوا الدعم والمساندة من الجامعة العامة للصحة، وكنا موجودين لدعم هذا الحراك. العدد تاع زملائنا عدد كبير برشا، ما يقارب 3000 متعاقد تم الزجر بهم بطريقة غير قانونية، وتم معناها تشغيلهم بالعقود اللي هي منافية كلية لقانون الوظيفة العمومية وقانون مجال الشغل. تم معناها الانتداب، المفروض احنا خريجي مدارس، يتم الانتداب بالروع عن طريق الإدارة الجهوية، يتم الانتداب ثم معناها لمدة سنة متربص ثم يتم الترسيب. في 2019 جاءت طلعت بطلعة الحكومة وعملت العقود، نبهناها لخطورة هالعقود هذه، ووقتها عبرت الحكومة اللي كونوا لمدة سنة فقط ثم عبارة على متربص ثم تم التسوية والترتيب. ولكن للأسف فات 2020 وفات 2021 وتخلف 2022 ولم يتم تسوية وضعية زملائنا المتعاقدين خيرة خريجي المدارس العليا، واللي المفروض يكون انتدابا بطريقة قانونية تتسوى وبالترسيب. به شنو السبب؟ خلنا نفهم حاجة سي حسن، شنو السبب؟ خاطر كل شيء موجود قاعدين يخلصوا، اللي في بينا فيه جزء من المالية تم رصده في الباب الأول، شنو السبب اللي خلينا في الشهر 4 لليوم ما ثماش عملية الترسيم للمتعاقدين اليوم؟ لأنه هذا ترسل ماني جاي كريم ماني مع الراديو، لأنه هناك ثم ترسل من الاتفاق، وربما حسب تعبير الحكومة تقول عندها التزامات مع صندوق النقد الدولي ومع غيره، هذه مسألة ما تعنيناش. المفروض الحكومة التزمت في 2019 لمدة سنة، المفروض تتم التسوية، والناس هذا اللي أصبحوا يخلصوا بالفعل بطلب وإلحاح منا باش يكون على الباب الأول باش تتم التسوية هذه. ولكن للأسف عملية الترسيب إلى حد الآن تتلكأ بها الوزارة، بل وأكثر من ذلك أنها تضغط عليهم بكل الطرق نتاع التهديد باش يرجعوا يتعاقدوا، بل والأخطر أنهم يمضوا عقد في 2022 ويبذل العقد المتخلف، يعني بقى 2020 21 22 دون عقود فيبذل يفرضوا عليها باش يبذل عقود غير قانونيه وتجاوزت وبر عليها الزمن بالطريقه دي باش يخليها برهورين في الشكل بتاع التعاقد ويخليها في الشكل هذا. واضح. به اليوم احكيوا على اشكال مالي في وزارة المالية، هو السبب الأساسي اليوم اللي خلى عدم إتمام عملية الترسيم، خاطر في الشطر الثنائي احنا هكا معناتها لو كان ذا
سمح لي سبب بالي أو بسبب معناها الأجور ما كانش يتم تأجيرهم على الباب الأول والكلهم يخلصوا كيف بقية الزملاء كل أجرة عادية كيف بقية الزملاء. في ورطة الوزارة اليوم سي حسن معناتها غلطة صارت اليوم وكأنه حنا كيفاش باش تسويها الوزارة؟ لا 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 مش غلطة مال وإنما تبس المتعبد بالتسوية كل اتفاقيات الحكومة هذه بتذكر الاتفاقيات السابقة في الأسبوع قبل الفارت صارت جلسة بين الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة الأمين العام والحكومة بقيادة رئيس الحكومة ومبدئيا تم الاتفاق على الالتزام بكل الاتفاقيات السابقة لأنه هناك استمرارية للدولة وتواصل للدولة واستمرارية وتواصل للدولة التواصل بتاع الدولة ذي المفروض تلتزم به الحكومة وعدى أجال وعدى تواريخ المفروض تلتزم بها هذا تأجير وهذه أجور المفروض يلتزموا بها. تسمح لي سحسن لنا زيد اليوم كي نحكيه على كونتكست كيما نحكيه زيد الحكومة الحالية على الأقل حكومة بودن تقول كان خرجت من عامين متاع كورونا كانوا صعب اقتصاديا صحيح تضحيات مش نحكي بالمقارنة على التضحيات في الظروف الصعيبة اللي قدمها الإطار الطبي وشبه الطبي والمتعاقدين ذوما رغم اللي قاعدوا يخدموا في ظروف صعيبة يعطيهم الصحة وما ننساوهاش الحكاية أما تقول لك أنا ظرف اقتصادي صعيب خليني في إشكال ما نجمش أنا حتى 3000 هذوما شنو الإشكال وقت هما قاعدين يتقاضوا في أجورهم بدرا تخلص فيها بالي ولا جيبوتية تخلص فيها بالبالية التونسية من البالية التونسية قاعدين يخلصوا لكن عملية التسوية فقط هي اللي فيها تلكة وفي الأسبوع الفارط قامت بمقايضة خبيثة مش ما نقولش حاجة أخرى وتوقيف الأجور بتاع 70,000 عاود بما في ذلك الأطباء والصيدليين وغيرهم وقاع تجميد الأجور إلا بيتم وعندنا سنوبة بقاو 1,500 يحبوهم يبذوا في الأجور غير قانونية يحبوهم يبذوا ويصحوا معناها بالأشكال الغير قانونية وتمت المقايضة ولكن معناها احتجينا وجينا احتجينا في بير وزير الصحة وعملنا وقفات احتجاجية مما أجبر الحكومة على أن تراسل وزير الصحة يوم الجمعة وتقول له مثالش زيد أعطيها بثلاثة شهور أخرين استثنائيين وأعطيها بأجورها بالنسبة لنا كان نوع من العقاب الجماعي سحسن كان نوع من العقاب الجماعي هذا أولا عقاب جماعي ثانيا لخلق الفتنة داخل القطاع يعني أصبحوا العوائل الأخرين يقول لك أنا وعليش توقف لي في أجرتي وقت لي هذو ما أبذاوش بروا امشوا صحوا بروا امشوا أبذوا وسبب شكون ولا يهدد كي يدخل السبيطار يعمل مش عارف شنو خلقوا فتنة داخل الزبلاء وبين بعضهم وقت لي كان من المفروض أن هذه حكومة وتمشي للتسوية وتسوي الوضعيات سحسن خلينا نحكي معك زاد بصفتك الاتصالية الناطق الرسمي والمكلف بالعلم في صلب الجامعة شفنا لي فيديو اللي وقت اللي صارت كل احتجاج متاع الإطار الطبي والشبه الطبي أمام البيرو متاع سيد الوزير التصويرة هذيك عملت بوليميك اليوم في تونس فما ناس قالك اقتحام فما ناس قالك ليرة تم تسهيل دخولهم غادي كينا وكانت بأمور قانونية وصارت كل احتجاج هذية فما ناس قال تم المحاصرة متاع سيد الوزير في البيرو متاعه وحبينا ناخذ صحيح من الغلط مع سيادتك سي حسن لا لا هزيل السلاح ولا داعش ولا واحد احنا بنحاسروا حد هذه بلاستنا شينا مش نحتاج من حب وصوتنا يوصل مباشرة للسيد الوزير في احتقاد كبير حقيقة نقولها وكان بودي انه التجمع يصير بصفة هادئة وقدام الوزارة يا سيدي مش البرة مش كما تو بالبوليسية مسكرين علينا ومسكرين السلسلاتيون ولكن قدام درجة الاحتقاد بإيقاف أجور الناس في شهر رمضان ودرجة الغضب ما استطعناش باش يشدوا هاك الفول هذيك والتحرك واللي قالوا لنا احنا نحبوا الوزير يسمعنا مشاو قدام بيرو الوزير وعبروا على رايه لا ضربوا لا بسوا لا كسروا لا هدوا لا خلوا الوزير ما يخرجش لا معناها من المستحيل هذا كان يصير والوزير هو عضو من الحكومه محترم كيبو كيما بقيت الحكومه الكل واحنا مشينا باش نوصلوا له صوتنا مباشرة باش ما يوصلوش على طرق أخرى بهذا وبغادي رغم أنه سيدي الكريم السيد وزير الصحة راسلناه كجابة عامة للصحة في زوز مناسبات سابقين منذ أشهر لعقد جلسات تفاوض تجنبا للاحتقال وللبحث على حلول وزير الصحة الحالي السيد علي المرابط
لم يجلس مع الجامعة العامة للصحة ولو للحظة منذ توليه وزير، ورافض كليا أي شكل من أشكال الحوار مع الاتحاد ومع الجامعة العامة للصحة في سابقة خطيرة. أنا كل وزير يجي لوزارة الصحة أول شيء يعمله يطلب النقابات ويحاول يلقى حلول ويحاول. سيد الوزير هذا بجاء بنفس النغمة تاع الحكومة بتملح كليا من النقابات ومن آرائها وغيرها. الشيء هذا أكيد وقت ما ثمش وسائل حوار، وقت ما ثمش درجة تاع حوار بين بعض، أكيد باش يخلق احتقار كبير وباش يخلق توتر كبير، وممكن يصير انفلات رغم أن حاولنا نسيطر بأقصى ما يمكن على أي انفلات يقع. السيد الوزير محترم، حتى واحد لا ينجم يعوزه ولا يعرضه ولا كذا. احنا عبينا نوصلوا له صوتنا بفريق. سحسن موجودين 3000 كما قلت لي، هذا تأكدوا لي تقريبين الرقم بالأتبة. شوف الرقم سيدي، تعطيك الرقم نتاع اليوم، نحكي نتاع اللحظات هذية يا سيدي. اللي يعني لي أنا هذا تمثل الإطارات شبه تبيه والعمل عدة بالضبط 2115 إطار شبه طبي، 2115 إطار شبه طبي، البقية بين إطارات وبين أطباء وبين دي فارماسيا اللي هو عندهم رقبتهم وعندهم تمثيليتهم من القبيل الخاصة بهم. أنا حكيت لك على 3000 نومبر توتال دي كونتراكتيات الوزارة. هناك أشكال أخرى بتاع تعاقد هل جيدها ويلزم نلقاو فيها التسويات. يا سيدي الكريم، في وزارة الصحة وتحت قبة الحكومة والدولة يخدموا في ناس ب 300 دينار في الشهر وما عندهمش حق في راحة أسبوعية ولا راحة سنوية ولا راحة مرض. أقل مسميك هذا راح. يعني حتى في أكثر البلدان ديكتاتورية وهمجية غير موجود. إذا إطارات بشهدها العليا توصل لها شهريتها 200 و220 دينار أقل، وإذا يرتاح باللحد يقبوله وما عندوش حق في راحة أسبوعية. هذا اللي صاير في وزارتنا هذه. سحسن سحسن أقل رو أقل مسميك هذا روا أقل مسميك. كيفاش؟ اتصلت بالمدير العام وعلمت اللي هذا مخالف لكل أشكال القانون، قال لي أنا عندي ترخيص بالوزارة، تفضل راهو عندي ترخيص أني نتعاقد مع الناس هذوما يخدموا فيهم. وقت لي مرضوا بالكورونا الناس هذوما في طبق الكورونا رفض المدير العام تأجيرهم في أيامات غياباتهم وهم بالمستشفيات ومرضى في الديار. دي زانفيرمي دي زيتسوانيون هذوما شنو بالضبط؟ هذوما إداريين إطارات إدارية دخلوهم يخدموا بالطريقة هذه. واضح. سحسن الحقيقة كاتب عام مساعد الجامعة العامة للصحة مكلف بالإعلام والاتصال سحسن المزني، أجرو ميرسي لتدخلك معنا. لانتجراتي الانترفيو تلقاها شوية أخرى على الباج وفي سيل فيسبوك. التصريحات خاصة نحكي على وضعية متاع لي كونتراكتويل عددهم 3000 كان هذا أكدونا، ويحكي لنا زاد اليوم على بعض الإطارات الإدارية الصدفية مرض دارج عند برشا ناس خاصة في تونس، وهو مرض عنيد ويستمر لفترة طويلة، وفما مخاوف كبيرة. ناس تقول لك معدي، ناس تقول لك ليه، ناس يقول لك راهو نجم يمثل مضرة واختار على صحتك. هذا وأكثر باش يكون موضوعنا في ألو دكتور. الصدفية مرض جلدي يصيب برشا توينسا الكبار والصغار. شنو أسباب المرض هذا؟ شنو أعراضه؟ وطرق العلاج منه؟ هذا وأكثر أسئلة جاوبنا عليهم الدكتورة المختصة في الأمراض الجلدية هاجر كشوخ في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70-035-120 70-035-120. مع رحيم صحتكم بالدنيا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بيك مرأة، نشكرك على الاستضافة. منسي الحقيقة أشكفى كل ما كلمة تقول يوكير حايم دكتورة. دكتور الصدفة هي مرض دارج عند التوينسة معناتها، وعندنا بعض الأفكار اللي غالطة عليه شوية. أي. كي مسير كي دواء، لكن نجم مثل نجم يكون اختير شوية على صحة الواحد كي يمرض فيه وما يداويوش مليحة. عندنا أفكار غلط عليه، هي كل الأمراض الجلدية كلها عندنا أفكار غلط عليها، خطر كل ما يطلع حاجة على جلدة نخافوا منها لتعدينا. الصدفية ولا أون فرونسي اسمها بسورياسيس، وإلا في بعض الحين تقل كلمة العامية الصفرة الشيحة. دونك هو مرض راهو غير معدي، نبدأ من الكلمة نعاود ونقول راهو هو مرض مش معدي بكل، لكنه مزمن ينجم يبرى بالدويات حتى وحده، راهو ينجم يبرى ويعاود يرجع. فاش يتمثل هالمرض هذا؟
مرض هذا هو يجمع بين زوز حاجات، يجمع انه فما اول حاجه فما التهاب في الجلده، والحاجه الثانيه النقطه الثانيه اللي يجمع معها مش التهاب اكها، وانما فما تجدد سريع للخلايا نتاع الطبقه السطحيه نتاع الجلد. معناتها احنا الجلده نتاعنا تتجدد تقريبا في 4 جمعات. عند اللي عنده مرض صدفيه راهو يتجدد في 3-4 ايام. وهيك علاش القشره الميته هذيك تبدا ظاهره على العيان، الانسان يراها القشره البيضه هذيك. دونك المرض راهو مش مخطر، ما يعديش، لكنه بين قوسين مزمن. شو معناتها مزمن؟ راهو مش ديما، معناتها يبدا موجود في فتره يتحسن في فتره ينجم يعاود يرجع، ينجم يقعد مدة طويلة باش يرجع كيما ينجم يرجع بالفيسا. ما لفكرة انه يقول لك يطفى، معناتها تفالي ورجع لي تفالي، هي هذه معناتها انه تبرا برا وعاود عاود رجع. اما برا معناتها نحكي مش ما يظهرش، ما عادش يظهر المرض موجود في الخلايا. هذيك علاش حبيت نفهم، هو حامل المرض هو حامل المرض، ينجم يظهر في كل وقت لكن يتخبى ويعاود يظهر في وقت من اوقات، وراه ترجع جلده كانوا ما عنده حتى شيء. اونديري مثل ما حاش يقول ما حاش اونديري، سكت المرض اونديري توقف وعاود حي من اول جديد. مربوط بلي سيزون ولا هو مش مربوط بلي سيزون؟ اما الانسان اللي عنده صدفيه ولا امراض صدفيه اغلبهم تحت اشعه الشمس يتحسن. هيك علاش يقول لك راه في الصيف يتنحالي في الشتاء يرجع لي عاود يتحي. خاطر احنا اسمك تعرف اللي الفكره هذيا الامراض الناس المرضى اللي يتحسنوا في الصيف توجدت منها نوع من انواع الدويات اللي هي البيفا ثيرابي، اشعه الاشعه الفوق البنفسجيه. دونك ولا فما كيما نقولوا احنا ديكا بين اللي نعطيو فيها الاشعه هذيا باش هو في الشتاء كي نعملوها هي تتحسن. ننصحوا في الصيف شي بحر ويتعرض لاشعه الشمس هي راهي تطفى. به 70-35-120 70-35-120 هذا باش تنجموا تاخذوا تليفوناتكم الكل. دكتور خلف ما نحاش، دونك الصدفيه هي التهاب جلدي وينجم يطول معايا غير معدي ومزمن ياخو برشا اوقات. هو التهاب جلدي لكنه الخاصيه نتاعو فما التجدد السريع نتاع الخلايا نتاع الطبقه السطحيه نتاع الجلد، اسمك تعرف هذا. والتجدد الموجود في الخلايا مشو خبيث، تجدد عادي، الجلد الخليه تتعاود بنفس الطريقه المصنوعه من الاول. دونك ما فماش تغيرات في الخلايا. دونك مشو مرض خبيث، دونك هو مرض التهاب يجمع مش التهاب كهو، راهو الخاصيه نتاعو هو تجدد الخلايا نتاع الطبقه السطحيه الكيراتينوسيت واللي فما رونوفلمون. دونك القشره في عود باش تتبدل نتاع الجلده في عود تتبدل بعد 4 جمعات، راه مش بدا في 3-4 ايام. الصدفيه هذه ولا الصفره نتاع الجلده خلينا نقول زاد بالعامي ما تطلع كان في الركيب في المرافق في الـ في الـ في الـ في الـ في الشعر في الراس ثم بلايص فين تطلع هي اغلبها في الاغلب تطلع في البلايص فين فما اكثر تروماتيزم، فين احنا نتحكوا اوكي الركيب المرافق اليدين الشعر. لكن هذا راه ما لا استنين هي اللي نعرفوه واللي متواجد اكثر في البلايص اللي فيها التروماتيزم، تنفس الساق تقاه في البلاصه اللي هي معرضه للتروماتيزم اكثر. لكن هذه مش قاعده، لازمك تعرف اللي صدفيه تنجم تجي في اي بقعه، تنجم تمس الشعر، تنجم تمس اي بقعه في الجلده كي تبدا هي ايتوندو ولا في حاله قويه، وتنجم تمس حتى الضوافر. ايوه توصل معناتها للضوافر. الضوافر راهو يعطينا مظهر، يا اما يبداو مخشرفين يا الا يبداو فيهم شويه قشره. دونك حتى الضوافر تنجم تتمس في الحالات القصوى بالبسورياسيس. به ساعات عند مراه تطلع تحت الصدر نتاعها دكتور ديجا الحاله هذيا هما الحالات الغير العاديه نتاع صدفيه. احنا نعرف اللي الصدفيه تجي في الجلده اللي مش ثانيه، نقولوا احنا في الجلده الكونفكس. لكن فما حالات اللي هي اتيبيك اللي هي مش عاديه اللي تجي في الثانيه، تجي في الضباب، تجي تحت الصدر، تجي في البلايص فين الوليس لي بلي انغوينو. دونك في الوليس غادي، ولكن تعطي مظهر مش كيما المظهر نتاع صدفيه. تبدا فما كان الالتهاب ما فماش قشره، خاطر هي بلاصه هذيك مبلوله تحس فيها الندوه. دونك ما تلقاش القشره، ترى كان بلاصه حمراء هكا وغادي بالذات تبدا فما حكات. لازمك تعرف اللي البسورياسيس جينيرالمون ما يحكش الا في حالات نادره فما الحكين. في البلايص فين فما الثانيه يبدا متقلق بالحكين. معناتها لوفي نتاع معناتها الواحد بدا بيحكها خاطر هي ديجا قاعد تعرض لعمليه الحكين متواصله معناتها.
مش الذكاء البلاصه نتاع ايريتاسيون نقولوا احنا نتاع تهريه اما تلمو تبدا انفلاماتوار في البقعة هذيك اللي عندك احساس ان هي حاجه كانها تحك فيك دايوغ هما كيجيو على اساس اللي هي فما شامبينيون غادي ولا حساسيه وهي تطلع صدفيه في البقعة هذيك. نجمو نحكيو على الانواع نتاع الصدفيه دكتور؟ باهي قبل ما نحكيو على الانواع نحكيو على النوع اللي راهو ديما الصدفيه باش نعرفوها اللي هي صدفيه معناتها انت كي توصل لها باش نفهموها اللي هي صدفيه حاجه معناتها ما تتنساش كي توصل لها ترى بلاصه حمراء فيها فوق منها بلاصه الحمراء لازم ناكد لي بلاصه حمراء تبدا بيان ايميتي معناتها مسطره بالستيلو معناتها تنجم تشد الستيلو وتتبعها نجم تشد الستيلو وتتبعها تلمى محدده محصوره في بلاصه وفوق منها هي بلاصه حمراء محدوده في بلاصه وفوق منها قشره بيضه القشره البيضه الخاصيه نتاعها شنيه قشرة بيضة هذه كي تمسها انت وتحاول تقرقشها قد انت بتحاول هيك تقرقشها وتبربشها قد ما هي تزيد طبيعة هي بيضة وانت شفت انت كي تشد شمعة وتبدا تقرقش فيها وتبدا القشرة البيضة ذيك هي طايرة هيك انت تبدا تمس فيها وهي قشرة شيحة بيضة قاعدة تطير دونك هذه الخاصية باش نعرفوها هكا معناتها كي تغزر لها حاجة كي تغزر لها مرة ما عادش تنساها معناتها بلاصة حمراء محدودة بحمراء وفهم وقتها قشرة قشرة بيضة ايباس وكي تمسها تي تمسها هكا دوبا تمسها شوي تحيرها شوي وهي تزيد تبيض والقشره تبدا تتناطر به الحالات الاخرى الحالات الاخرى اللي هي غير اعتياديه تلقاها اذا ما تعرف الحالات العاديه جينيرالمون يبداو بلايص محدودين ايباربي معناتها كي تبدا خفيفه برك تلقاها في الزون دو تروماتيزم كي تبدا ايتونديو شويه تبدا تجي في او نيفو دو ترون هكا في الزر في البدن تبدا تكثر البلايص نقولوا يبداو يزيدوا يكثروا اكثر لكن فما حالات اخرى اللي هي تنجم تنس البدن الكل سي لا فورم ريتروديرميك هذيك هي حاله استعجاليه نجم حتى نرقدو خاطر احنا كي يبدا التهاب كبير في جلده كامل فما يصير فما خلل توازن في البدن دونك تلقاها لا فورم ريتروديرميك ما تلقى حتى بلاصه تاع جلده لاباس كلها الجلده كلها حمراء وهنا في الحالات هذه القشره اللي كانت خشينه ويابسه وبيضه باش تولي خفيفه معناتها ما عادش ترى لاسبي تيبيك نتاع البسورياسيس مي احنا معناتها بالهيستوريك نتاعو معناتها كي نسالوه كيفاش كان وعنده صدفيه يبدا مريض نتبعوا فيه ديجا عنده صدفيه في بعض الاحيان تتحول للفورم ريتروديرميك معناتها بعد مده انت تحكي لي على الحاله هذه ما هي ما فماش وقت ما فما ممكن دي فاكتور ولا فما دي تيران اللي يتعدى فيها الشخص هذاك اللي فورم ريتروديرميك الحاله الثانيه اللي هي مش اعتياديه الحاله الثانيه هي لي فورم دو بسوريزيس بوستولو معناتها تلقى بلاصه تاع صدفية وفيها روس بالقيح قلنا روس القيح هذه نتاع ماده هي مش ماده حتى كي نحلوها ما نلقاو جرثومه دونك هما دي بيستول اسيبتيك ما فيهمش جرثومه مش قيح وانما من كثر الالتهاب انها تيرك نكته القيح هذيك هي مش اختيره ليها توازده سوتون فورم دو بسورياسيس وناتيور الفورم الاخرى اللي احنا نجم نشوفوها انه البسورياسيس يجمع مع حاله البرد برد في المفاصل هذيك عنده علاقه كبيره روماتيزم بسورياسيك معناتها هذه بلو فريكونت كو لي زوتر تلقى مريض يتبع عند الطبيب البرد على خاطر عنده برد وبعد يظهر عنده البسورياسيس ولا بالعكس ما يتبع عند طبيب الجلد عنده بسورياسيس وبعد يظهر عنده البرد في المفاصل خاصه المفاصل نقولوا احنا المفصل الكبير مش المفاصل الصغار الجنو ليكود الركيب المرفق الغشيز وجيعه مش قويه برشا اما هي موجوده هذوما الحالات ثلاثه حالات اللي هما غير اعتياديين كان لازمك تعرف اللي في الحالات العاديه في البسوريازيس العادي فما بعض بلايص اللي هما سبيسيال اللي هي تجي البسوريازيس في الكف نتاع اليد وفي قاع الساق هنايا راهي تقلق برشا فما جين فونكسيونيل كبيره على خاطر البسوريازيس كي يجي في قاع اليد في كف اليد وفي قاع الساق ينجم الجلده تتشقق من كثر ما تيبس دونك القشره تولي يابسه من كثر ما تيبس حتى تولي فيها شقوق هنا حتى الانسان كي يجي باش يقوم الصباح باش يبدا يخدم باش يمس حاجه يتوجع بك الشق هذاك اللي موجود في الجلده وهنايا المرضى معناتها من لونها معناتها نحاولوا ديما نعطيوهم دويه القويه على خاطر فما اون جين فونكسيونيل كبيره والمريض متقلق برشا ها
توصل وجع وجع كي سالتي قلت سيتو كي تجي في يدينا لازمك تعرف اللي هو البسوريازيس العبيد علاش تعدي عليه. احنا نعرفوا اللي هو مش مخطر مش معدي لكن نعديو عليه خاطر يمس جماليه الجلد جماليه الانسان. دونك نفسانيا الانسان ما يقبلش اللي عنده حاجه في الجلد دونك هو يجي يعدي نفسروا له اللي هو مش مخطر ونحاولوا نبداو له ديما بالدويه الخفيفه نحاولوا نعطيوه المراهم الجلديه وبعد كي تولي تسرح نعطيوه الدويات اللي هما الحريبش ولا زريرق. مي في الحالات اللي تبدا فما جان فونكسيونيل معناتها انسان موجوع كي تبدا يد وما معناتها نقولوا احنا فيه جروح ولا سقيم ما نجمش يمشي ما نجمش يخدم وقتها نحاولوا الماكسيموم نعاونوه بالدويات القويه. باهي خلينا نمشي على الاقل بعض الانواع اللي زاد سالوني عليها. الصدفيه اللي تجي في الصوابع في وين وين الظوافر دكتور شنية بالضبط هذه معناتها اللي يقول لك تجينا في الظوافر هكا اليوم وتقعد وتصفار حتى صوابعهم دكتور؟ ما فهمتكش تنجم تعاود كيفاش الحاجه معناتها الصدفيه تنجم تضرب حتى شوف هي الصدفيه تنجم تضرب اي بلاصه في الجلد كما قلنا هي كف اليد بما فان كف اليد والصوابع شنو الاشكال في الجلد نتاع الكف سواء كان الصوابع والا الكف اليد هو انها مش تيبس اكهو انها تيبس وتشقق الجلد تيبس اكهو راه نجم نعطيو مراهم جلديه تولي تتحسن. اما القلق الكبير وقت اللي هي تتشقق معناتها تيبس الجلد وتشقق هنا تصور انت صوابع مشقوقين كي مش يمس اي حاجه مش يخدم اي حاجه المراه اذا كان مش تغسل معونه مش تقص خضره مش تعمل اي حاجه ستيلو اي حاجه اي معناتها يوجعها اصل يوجع ما تصور انت في الحياه اليوميه نتاعنا نتاع كل يوم انت تجي مش تمس حاجه باش تعمل حاجه تتوجع دونك هنا فما جين فونكسيونيل كيما ينجم في الصوابع ينجم يمس الظوافر الظوافر يعطي مظهر يا اما ظفر مخشرف والا منقط والا كانه شامبينيا يولي ظفر خشين يابس تجي تعمل له تحليل ليكزاميكولوجيك نتاعو تلقى ما عنده شامبينيا دونك هو تابع الصدفيه وقت نعطيو الدواء نتاع الصدفيه. باهي خلينا نوضح لنا حاجه اخرى من الدكتور كان تسمح. دونك الصدفيه اول ما تبدا في البلايص اللي فيهم برشا معناتها احتكاك كيما المرافق كيما الركيب ومن وقتها تنجم تتطور نوصل للحالات هذيا نتاع اليدين نتاع الرقبه نتاع الشعر نتاع كف الساق والا تنجم تعرف في البسورياسيس ما فماش تطور تدريجي باش نبداو متفاهمين معناتها احنا مش الحكايه تبدا اي في المرفق وبعد تتطور وبعد كذا لا راهو ينجم يجيك المريض عنده صدفيه كيما عنده كعبات في بدنه عنده كعبات في المرافق نتاعو لكنهم هما البلايص اللي التيبيك نقولوا احنا نبداو لو جاي يجي واحد يقول لك عندي بلايص في بدني تغزر لهم تراهم تاع صدفيه باش نزيدو نثبتو اللي هو صدفيه فين نمشيو نلوجو مشو نلوجو اللي في لي زون دو تروماتيزم اللي هو فما عنده صدفيه في البلايص هذوكم راهو ما فماش قاعده في الصدفيه معناتها انت ينجم يجيك شخص عنده ايديه وساقيه اكهو نقطه الى سطر اللي هما خشين ومفلحين ما عنده حتى بقع اخرى نحاولوا نسالوه في الهيستوريك نتاعو عندوش جاتو شي بلاصه فيها حمره فيها قشره عندوش قشره في شعره نفحصوه اصلا معناتها شنو عنده في شعره في بدنه بعد نجيو في حد ذاتها هي البقعه نمشيو نفصلوها نغزرو لها نفصلوها نشوفوا نلوجوا على الخاصيات نتاع الصدفيه اللي هي محدوده لا نجم نشد ستيلو انا ونتبعها قديش عندها تحك ما تحكش تنز بالماء ولا ما تنزش خاطر لازمك تعرف اللي صدفيه ما فيهاش ماء ما فيهاش بلل تبدا شيحه اكهو القشره ديجا قلت لي القشره تبدا تعمل هكا شيحه ما فيهاش بلل دونك راهو ما فماش قاعده في الصدفيه وقتش باش تتطور وقتش باش تكثر ما فماش قاعده ينجم يكون يجيك العبد عنده يجيه وسقيه هكا عنده ساعات يجيك انا تبعت بعض دي باسيون عندهم كان في ظفرهم هكا ويجيك عنده الظفر مخشرف تعمل له اكزام ميكولوجيك نيجاتيف ينجم يكونوا برشا مرض في الحاله هذه نقولوا له انت تقعد تحت المراقبه وقتاش ما يكتمل التشخيص وقت يظهر حاجات في الجلده كيما ترجم ترجع على بيز ظفر وما يظهر حتى شيء. دكتور شنو هي الخصوصيه نتاع الصدفيه اللي تجي في الشعر تجي في الراس بليتو معناتها برشا سالوني عليه يقول لي معناتها ساعات كي نمشي يقول لي راه عندك الصفرة معناتها جلد الصفرة في الشعر معناتها وحتى كي معناتها عملت بحث صغير قلت علاش هالتصنيف معناتها علاش كي تتعاملوا مع في المرافق مثلا مش كيما في الشعر مش كيما مثلا في اليدين وفي الكف معناتها في تصنيف معناتها بصفه عامه دكتور. بالنسبه للصدفيه في الشعر هي تعطينا القشره هو الانسان اللي يجي يعدي على
الصدفية في يجي يقول لك عندي برشا قشرة، عندي حبوب في شعري. باه اسمك تعرف القشرة في الشعر لها برشا أسباب، من بينهم وأهمهم هي الصدفية. من بينهم وأهمهم هي الصدفية. أوكي بي. طوك احنا كي نجيو نكشفوا على الشعر راهو كي تجي القشرة راهي مش خفيفة ومش جويدة، راهو أصلا ترى البلايس الحمر اللي فوقهم القشرة. هو الشخص كي يبدأ يمس، علاش يجي يقول لي عندي حبوب في شعري؟ خاطر هو كي يمس في شعره يحس، تخيلها في مخه، مش يرى فيها، يتخيلها اللي يحب. علاش؟ على خاطر القشرة من كثر ما يبست اللي طلعت على الجلدة كيبدأ يمس فيها كأنها حبة، وهي قشرة تحت منها الجلدة الحمراء. دونك انت ساعات حتى الحمورية تخرج حتى على الجلدة من في الجبين، تراها بونت حمراء بيان تخسي فوق منها القشرة. كيف كيف تبدا هي كي تجي نزيدو نثبتو نبداو نفرقو في الشعر، تراها بلاصة مدورة بيان ليميتي حمراء وفيها قشرة. هنا في جلدة الشعر تعطي الحكاية، عند بعض الناس تعطي الحكاية، والقشرة راهي بيضة وشيحة. الفرق بينها مع الديرميت سيبوريك، الديرميت سيبوريك تعطينا قشرة مزيتة. هذا هو الفرق على الأقل. أنا باش القشرة مزيتة، الصدفية تعطي بلاصة حمراء وقشرة يابسة بيضة بيضة، وكي تمسها تحسها يابسة وشيحة. الأخرى قشرة تبدأ مزيتة عاطية بصفورية. الفرق زيادة اللي في القشرة نتاع الشعر راهو بين الصدفية والديرميت سيبوريك. في الصدفية القشرة البلايس الحمر تراهم باختو، نجم تراهم باختو، تنجم تسرح في البدن. باغ كونطخ في الديرميت سيبوريك تبقى لوكاليزي الشعر، حواجب في الخط هذا اللي بين الخشم والوجه. في الحالات القصوى نتاع الديرميت سيبوريك تجي في الصدر وبين الظهر في الحالات القصوى. أما البسورياسيس راهي سي اون مالادي اللي هي تنجم تعمل اكستنسيون، تنجم تسرح في البدن توصل للبدن كامل. عاود ذكركم لموضوعنا اليوم مع دكتورة هاشر كشوخ، طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية فيما يخص الصدفية. هل أنه صحيح من أعراض الصدفية بصفة عامة، تو هاك حكينا على الأقل بعض الأنواع بالأماكن، ديما باش نلقاو البلاصة الحمراء اللي حكيت عليها، وديما باش نلقاو كنكتل بيض اللي هما القشرة الشيحة اللي حكيت عليها، وباش نلقاو الجلدة نحسوها شيحة ومتسطعة، نلقاو فما الحكة ماذا بيه الواحد يبدا يحك فيها وتوصل حتى للحرقه وتوجع معناتها البلاصه هذيك. صحيح النقطه هذه يا دكتور؟ هو الصدفيه نقولوا احنا في اغلب الاحيان راهي ما تحكش، في اغلب الاحيان. فما في حالات نادره فما الحكين، في حالتين فما لو بروبليم سيكو افكتيف النفسي يبدا انسان مركز على المرض نتاعو يولي يحك من غير ما يشعر. وفما النوع اللي هو يبدا تريز انفلاماتوار، يبدا احمر برشا ملتهب برشا، يعطينا نجم يعطينا الحكين. دونك الصدفية في الأغلب راهي ما تحكش وما تقلقش. سؤالك الثاني؟ الثاني إنه يقولك حس بلاصة تحرق في جلدة، تحرق في أنظر وقتاش تحرق وقتاش توجع، وقت اللي أنا نقرقشها ونزلحها ما مسيتهاش ما تحرقنيش وما توجعنيش. ما تحرقش إذا كانوا هي تغزر لها البقعة، مثلا الطبيب يغزر لها البقعة اللي هي اللي هي مقشرة اللي هي مزلوعة ويقول لك توجع فيها، راهو هنا فما عامل نفسي. راهي الصدفية راهي ما توجعش وما تقلقش في الأصل. تحك نجم تحك أما ما توجعش، نجم تحك في بعض الحالات. لبس أنا مريول بليدين مع هاي الباصة حمرة بش يبدأ تحك وتعاود نزل على الطالب بش حسها تحك وتاكل فيه، تولي كيكا دكتور تولي حالة عادية وقت. أي أما مش ما توجعش راهي. نجم توصل من الأعراض تقول لك يحس في فاصلي يبسة دكتور، هل هي من الأعراض ولا لا؟ اذا كان تعطي وجيعة في المفصل، اذا كان احنا في الحاله المرضيه نتاع صدفيه مع البسورياسيس روماتيزمان روماتيزم اللي في المفصل يعطيك وجيعة في المفصل، اما باش تعطي ريجيديتي معناتها الانسان ما نجمش يتحرك ولا يخليه انكابابل باش يمشي ويجي، لا. دكتور شنو معناتها شنو من الاسباب اللي تخليني ان نمرض بالصدفيه هذه؟ فما سبب معين علمي خليني يكون نمرض به والا لا؟ باهي هما برشا عوامل باش يعطينا الصدفيه. الانسان باش يمرض بالصدفيه راهو برشا عوامل. العامل الاول هو عامل جيني، احنا فما ارضيه وراثيه. ما جاتني انا صدفيه كان على خاطر انا عندي في العيله انا عندي شكون عندي صدفيه من العائله الكل من البو والام نبدا تتفرق. العامل الثاني هو الخلل نتاع المناعه، خلل في التوازن نتاع المناعه نتاعنا. والعوامل الاخرى
اللي هي تجي للتوازن نتاع المناعه تدخلوا بعضه شويه كيما ستريس كيما لي زانفيكسيون تروماتيزم الكول معناتها شرب الكول نقولوا احنا التغذيه الغير سليمه هذوما كلهم بعض العوامل اللي هي تخلي فما خلل في التوازن نتاع المناعه على ارضيه حاضره باش تعمل لنا صدفيه تخليك صدفيه تولي تعمل لنا صدفيه باهي دونك حنعاود نذكر من بعض العوامل دكتور دونك اللي تحفز اني باش نمرض بالصدفيه كيما كنت تحكي لي نحكيو على الدخان نحكيو على الكول نحكيو على ستريس طقس البارد والسخون يحفز والا لا دكتور يبدا بارد برشا برد برشا خاطر كيما قلت لك راهو البرد ينجم يخلي فما ظهور الصدفيه دونك علاش المرضى اللي عندهم صدفيه يظهر عليهم صدفيه في الشتاء باهي دكتور الجلد عرضه اللي صابيت مثلا ني تجرح بيكور داب معناتها قرصتني اي حاجه معناتها هذيك من العوامل اللي تحفز تخليني نمرض بالصدفيه هو هي اذا كان احنا الصدفيه موجوده وظهرت علينا صدفيه ينجم على جرح الجرح في حد ذاته يخلي فما تظهر عليه فيه بقعه تاع صدفيه نسميوه فينومين دو كوبنا الخاصيه نتاعو اي جرح ينجم يظهر عليه الصدفيه اي جرح ينجم يمرض عليه صدفيه معناتها ينجم تظهر عليه بلاصه صدفيه اسمك تعرف احنا علاش هو موجود الصدفيه علاش تظهر في المناكب وفي المرافق سي لي زون دو تروماتيزم اون فيت معناتها انت كل يوم قاعده تجرح ألف مره في مرافقك وفركيب دونك في البلايص هذوك مش يظهر عليهم اكثر وحيد يظهر عليهم صدفيه فهمت وكين تجرحوا هو مش ديما اللي عنده صدفيه كي تجرح عليها البقعه اما كي يجيك واحد يقول لك هذه كاين جرحه وظهرت عليها صدفيه سي توت افي نورمال على خاطر هو المرض ينجم يظهر على الجروح بي دونك فهم اما مش معناتها انا اشك فوا مش نتجرح مش راه مش تظهر من تمرض لي بالصدفيه باهي دونك هذه لازم يفرقوا فيها باهي دكتور فما بعض الدويات اللي تحير الصدفيه بالطبيعه فما بعض كيما الكورتيكويد كيما البيتا بلوكون ينجم يحير الصدفيه كيما لي سيل دو ليتيوم فما بعض الدويات اللي هما ينجموا يحيرونا صدفيه احنا اكثر واحد نحكيوا عليه هو الكورتيكويد المريض بالصدفيه تو واحد ما يعرفش روحو عنده صدفيه وعمره ما مرض بصدفيه هو حامل مرض صدفيه لكن ما عمره ما ظهرت عليه صدفيه نجم نقولوا له اسمع انت اسمع عندك في العائله شكون عنده صدفيه ما تاخذش كورتيكويد لا اما اللي عنده صدفيه نقولوا له من المستحسن نحاولوا اون ايفيت لو ماكسيموم لا بريز دو كورتيكويد مش كريمه شربين ولا زريرق دونك هذاك في الحالات اللي هي تسمح راهو مثلا واحد مريض مرض الربو مش تجي تقول له ليه ها ما تاخذش كورتيكويد ليه وساعات يبدا اون كريز باش تعمل له زريقه انت نتاع كورتيكويد تقول له ليه انت ما تاخذش كورتيكويد ولا انسان يجيك عنده حساسيه اورتيكيه مثلا ياكل في بعضه بالحكين تقول له ليه انت عندك صدفيه ما تستعملش كورتيكويد ليه في الامكان ان احنا نجم كي نحاولوا on va essayer ان احنا ما ناخذوش لي كورتيكويد بافو جينيرال في حدود المعقول في القدره معناتها في المقدور ان احنا ما ناخذوش الكورتيكويد وذاك علاش نعاود نذكر اللي يسمع فينا كل ما يجي بحذايا طبيب اكلي تمشي تاخو انتيبيوتيك وحدك تمشي تاخو انتي انفلاماتوار والا الزريقه خاطر الكورتيكويد جينيرالمون يمشي يقولوا اعطيني كل كوكتيل اللي في الواحد راه النظر نتاعو خايبه هاكم شفتوا حتى على الجلد راه معناتها ينجم يجيب شي عاونك على مرض خاطر خذيتو وحدك يتسبب لك في مضاعفات اخرين السمنه هل هي من الاسباب دكتور اللي تحفز لظهور الصدفيه والله جو نبونس با مي ها نقول لك كي تبدا مثلا تلمون سمنه كبيره لدرجه اللي مثلا جلده تلصق على بعضها جلده تلصق على بعضها تنجم خاطر هنا نحكيوا على تروماتيزم ولات الجلده تروماتيزي بما انها هي فما تهري باش تهرى الجلده هي كتهري كي تركب عليها مرض صدفيه دونك مش لوبيزيتي في حد ذاتها مي لو فيت انها جلده تولي لاصقه لبعضها ما يسببوا اللي تسبب السمنه من الاحتكاك الاحتكاك هذاك هو نوع من انواع التروماتيزم دونك عليها هي تنجم تركب الصدفيه فما نوع تاع ماكله ينجم يسرع بظهور معناتها ظهور الصدفيه كيما المقلي مثلا ولا لا ما ثماش اما احنا شنو نقولوا التوازن الغذائي ديما يخلينا احنا فما توازن في المناعه نتاعنا احنا حكينا اللي صدفيه هي ارضيه وراثيه معاها خلل في التوازن المناعه
قد ما احنا راهو نبداو متوازنين في التغذيه نتاعنا، قد ما البرشا امراض حتى تكون مخبيه ما تظهرش علينا. صحيح. معناتها في التوازن ديما فما المناعه نتاعنا تبدا رايده ريكها مرها لبس عليها. قد ما احنا نبداو داخلين بعضنا في كل شيء، دونك المناعه كلها مش تدخل بعضها، والارضيه الحاضره باش تظهر علينا صدفيه مش تظهر. باهي، خلينا ناخذ تليفون دكتور كان تسمح لي على 70 035 120. سي مصطفى اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. مرحبا سي مصطفى، معك دكتور هاجر. سؤالك. مرحبا دكتور هاجر، مرحبا بك. ديجا عديت عندك قبل الدكتورة الحساسية. وعديت عندها قبل. وعديت عند طبيب آخر زاد في القروان اللي علينا في ذكر. صرت برشا فلوس. على صحتك مثال شيء. أعطيني أعطيني شو المشكلة، أعطيني شو المشكلة يا سي مصطفى. الناس ولا الأعراض الكل تحكي عليهم أنت في الحيم ومع مثلا صدفية ومن بعد ولا في كل برشا حاجة. وتقعد ترجع لك. نعم. تقعد ترجع لك. إي ترجع لي. الصدفية كيفاش ولات لك البرص؟ ما فهمتش، في البلايصة صدفية بياض ومعناتها ولا؟ هاي عندي تحت لحيتي بشوية وفي صبعي ولات لي كي حشاك البرص، مرلولة تاكل فيه شوي شوي ومن بعد ولات لك البرص بياض، بلاصتها بياض. آخر مرة شفت الطبيب وقت ايش يا مصطفى؟ والله ماي 2021، ماي 2020 2020. من 2020 مرجع وانت عايش بالصدفية وما رجعتش طبيب حتى طبيب معناتها بصفة عامة؟ ما رجعتش. لا في الحين ما يستمل برشا فلوس وبرشا تعبت تعب والفلوس خليفتهم، معناتها على صحتك خليفتهم ربي، متفاهمين؟ اما على الاقل الدكتور اي ما الدكتور كانت واضحة من الاول قالت لي قالت لي يمشي ويرجع، راهو يمشي ويرجع. حبيت نتدخل مع دم هذا. فماش فما خاطر فماش نتيجة هكا الواحد يرتاح منه فرد مرة. باهي. يمشي ويرجع هذيك هي اللي حبيت، هذاك علاش حبيت نطلب مدام هاجر. لازم نولي نواصل معاها ونربي وناخذ معاها هي الديسيزيون باش نكمل، ماذا بيا انا نبرة ما يهمنيش الفلوس كما قلت لك. فهمتك. باهي دكتور. باهي مش نجاوبوا. الصدفي هو عنده حق، راهو خاطر برشا مرضى يراهم يقبلوا ما يقبلوش المرض نتاعهم ويقلقوا لي هما ديما بحث الطبيب. انا شنو نقول لهم باش نهزهم المعنويات؟ نقول لهم راهو هو كيما مرض السكر. نحي الراديو سي مصف، الراديو بجنبك ماذا بيك تسكر. هو راهو كي الامراض المزمنه الاخرين الكل، لكن هو الحمد لله راهو هو مرض في الجلده مش جاي لدخلين. معناتها احنا ديما الواحد باش يستراح يرى غيره كيما نقولوا احنا. الامراض المزمنه فما برشا امراض مزمنه، لكن احنا الحمد لله هو مرض في الجلده جوست، هو المظهر يقلق شويه كاو اللي احنا نجمو نغطيوه بالبومادات وبالدهينه والكل، اللي هو ما يضرش حد شيء في البدن، لا يمس قلب لا يمس كل ولا يمس العينين. دونك هذا فضل، معناتها حاجه معناتها الواحد يحمد اللي عليها ربي، اللي هي معناتها مش حاجه اللي تمس حاجه دخلانيه، لكن نداويوه على خاطر الانسان ما يحبش روحو عنده حاجه. باهي انا نقول اللي البسوريازيس ما عمره ما يعطينا بلاصه بيضاء، مستحيل، الا في حاله الا اذا كان هو يقصد حاجتي، يا اما البلاصه نتاع صدفيه استعمل عليها اكثر من لازم دويات، دونك الدرجه اللي جلده الحموريه هذيك خلفت له بلاصه بيضاء، والا زيدا والا خليها برشا حمراء اللي ولا هريها ولا زلحها ولا حاجه اللي خليت له سيكاتريس بيضاء، والا مرض اخر اللي هو الفيتيليغو اللي نجم نشوفوه مع مرض مناعه اخرى. معناتها هما ينجم يكون عنده زوج امراض محلتي مش مرض واحد، خاطر راهو اللي يعمل صدفيه مش ممنوع عليه باش يعمل مرض اخر جلدي. معناتها احنا كي إنسان ساعات نشوفوا ثلاثة أمراض في نفس الوقت، خاطر فمك الخلل المناعة، ساعات نقاو لحظة صدفية ومعها فيتيليغو مثلا. فهمت؟ خاطر الكل يرجع اللي هي فما خلل في المناعة. دونك هوني باش السبب الأساسي خلل في المناعة. أي نجم كيفاش باش يكون؟ معناتها كيفاش باش يبان كمرض شنو؟ معناتها راهو احنا كيما تقول أنت إنسان عنده مرض السكر وظهر عليه من عشان حساسية في خشمه، مش ممنوع. معناتها زوز امراض باش نقاوم عند نفس الشخص
مش ممنوع. دونك البلاصه البيضاء هذه معناتها لازم واحد يعرف شنو هي، يندرا هي مرض قاتل بسوريازيس اللي يلزمه مرض دواء سبيسيال اللي هو ولا هو سيكاتريس تاع صدفيه. معناتها اذا كان سيكاتريس تاع صدفيه اسمع، هي الصدفيه راهي ما تخليش سيكاتريس، باش نبداو متفاهمين، ما نحبش كلمه السيكاتريس تخرج، راهو الصدفيه ما تخليش اثار الا في حالات اللي الانسان زلحها ولا استعمل عليها دويه مش ادابتي لدرجه اللي جلدها ما عادش تنجم ولا تبيض. ها دونك هنا هو احنا نثبتوا اندرا مرض ولا سيكاتريس. اللي كان سيكاتريس في الاغلب راهي ترجع، معناتها ما تقعدش في مصفى نفس الدوسي، وتعاود تتصل بالطبيبه باش تفهم من قبل التو على الاقل باش تعرف وين كنت من عام 2020 2022 لو مده نتاع اشره. ميزموش يقلق راهو معناتها فما حاجات الواحد ساعات نقول احنا الانسان لازم يتعايش معاه. دونك هي حاجه ما تضرش، دونك ما تعديش، دونك ما تقلقش، دونك لازم يتعايش معها، يقبلها قد ما احنا نقبلوا امراض راهو قد ما نعيشوا لاباس. فهمت مايكي؟ تبدا تو دكتور ساعات كي تبدا في الصويبع معناتها في اليدين كيما قلت تقلق، تبدا ظهر تقلق، وهي فيك علاش انا قلت لك راه في اليدين نعطيو دويات. راهو مش معناتها احنا ما نداويوش، راهو اوزلي معناتها باش نبداو متفاهمين، راهو احنا علاش نداويو لراحة الانسان اللي قدامنا. معناتها راهو هو ما جا عدى كان هو متقلق من ناحيه المظهر، دونك مش نعطيو دويات. اما في نفس الوقت اللي حبيت نقوله له راهو ما يلزمش القلق، على خاطر القلق هذاك ما نجم يزيد كان يهيجلو المرض ستريس ومركز عليه والكل، ما نجم يزيدنا كان يزيد يهيجلنا المرض. دونك راهو فما دويات. اما اللي حبيت نقوله له راهو ما فماش دواء نهائي. اسمع انا مش نقول لك اسمع مش نعطيك دواء توا كهو ما عادش ولي عندك ما عادش تبشتراني هذاك هو، هذا اللي ما نحبش نقوله. راهو انت فما دويات راك مش تتحسن، فما دي بيريود انت تبدا ما فيهاش ما تستعملش في حتى دواء وتبدا لباس عليك، وبعد كي ترجع مش نشوفوا طبيب باش ناخذوا شويه دويات وذاك هو معناتها. الصدفيه كيما الدواشي صحيح دكتور تنجم تكون عندها مضاعفات كيما مرض السكر مثلا؟ لا الصدفيه راهو مرض جلدي هذاك هو أكهو. الضغط الدم السكر ما يتمسوش ما يقلقهمش دكتور؟ ما يقلق حتى شيء، راهو مرض يمس تجدد الخلايا في الجلد، ومش الجلد الكل، تجدد الخلايا في الجلد الكل، في الطبقه السطحيه نتاع الجلد. معناتها الجلد نتاعنا احنا تتبدل، فما غونوفلمون سيلولير تتبدل نورمالمون في 4 سيمين، احنا مش كل 4 جمعات، احنا في 3 قلتي في 3 4 ايام. دكتور كيفيه العلاج بالصدفيه؟ شنو ما التقنيات معناتها بالدواء بالكريم بالفوتو ثيرابي اللي كنت تحكي لي عليه، كيفيه انواع العلاج اللي تنجموا تقدموه؟ هو احنا الدويات اللي نحبوهم احنا طبه الجلده واللي ما فيهمش حتى مضار هما لي كريم. لي كريم اباز دو كورتيكويد، وفما اباز دو كورتيكويد، وفما لي كريم اباز دو فيتامين دي، وفما لي كريم اباز دو سوبستانس ريدكتريس، معناتها تنحي كل قشره تجدد الخلايا تنقص منه. دونك هما لي كريم هذوما اكثر وحيد نعطيوهم، واللي هما تقريبا اغلب الناس تتحسن باللي كريم هذوك، ونعطيو معاهم دي كريم ايدراتونت. الجلده نتاع الناس اللي عندهم صدفيه جينيرالمون تبدا شايحه برشا، دونك احنا نعطيو معاهم لي كريم هيداتون. دونك لي الباز الاولانيه نتاع دويت هي دي كريم الباز. الباز اوكي. دونك الباز هذيك ديما بالكريم نمشي ندهنوا بها لحد بالتدرج، من الاول نبداو مثلا مرتين، بعثوا لي مره، بعثوا لي نهار بنهار، بعد نخليو مرتين في الاسبوع مثلا، ومن بعد يوقف كي هو يولي لاباس. ننصحوهم ديما انهم يمشوا للشمس في البحر يتحسن المريض هذاك، يولي ما عادش عنده يتحسن، يقعد حتى مده لاباس عليه. في الحالات الاخرى اللي هي تبدا هيجه والا مثلا البومادات ما عادش تمشي معاهم، خاصه كي تبدا السيرفاس باش تكبر تولي ايتوندو المنطقه اللي المنطقه مش تكبر تمشي توسع، وقتها مش نتعديو لدويت اللي هما حريبش ولا زريرق ولا الاشعه. الحاله اللي هي تبدا موجوده في القاع الساق وفي اليدين جينيرالمون نبدا بالدويت بارفوا جينيرال. وفما الحاله نتاع البسورياسيس بيستولو حتى تبدا لوكاليزي، ولكن فيها القيح اللي كما تبرلكش بلي بوما ديريكتومون زيد نجمو نبداو معناتها بالادويه اللي هي معناتها شربين ولا زريق. الادويه هذو ما راهو نعطيوهم بالتحاليل
هاي الدويته قويه ما نعطيهمش هكاك برا. دونك ما يمشيش نجمش يمشي للفارماسي وياخذ خاطر النجم مثلو الكبده نجم تحل تطلع له معناتها الشحم في الدم نجم تطيح له الكويرات الحمر. دونك هذوما الدويت القويه رانا نعطيهم في في الحالات اللي هي قويه وراهم نعطيهم بالتحاليل. هيك علاش الطبيب الجلد راهم اللي عنده صدفيه مش من لون مش نعطيوه حريبش ولا زريرق ولا ديما نبداو بالبومادات على خاطر البومادات هذوكما بصفه نجم تتحسن بالبومادات. دونك ما عمرنا ما نبداو بالدويت القويه ديما نبداو بالبومادات والدهينة. الفوتو ثيرابي دكتور تقنية ناجحة برشا توا معناتها في ودارجة في تونس. اي موجود في السبيطار الطاقة البيفا ثيرابي. وفما حاجة أخرى اللي هو الإكزايمير اللي هو لازير لازير ولا لامب إكزايمير اللي هي تعاون برشا كي تبث معناتها أشعة لو في بي. لو في بي اللي هي عندها إفي على فوق البنفسجية هي معناتها هي الأشعة الفوق البنفسجية البي البي دونك هي تعطينا تحسن تتحسن الجلده في فيما يخص المناعه الخلل نتاع المناعه الموجود في الجلده وكل الالتهابات الموجوده في الجلده. دونك تتنحى كي تنحى الخلل معناتها يتحسن الخلل وتتنحى الالتهابات الغونوفالمون سيلولير مش ينقص. دونك تعطي ريزولتا كبيره تعطي ريزولتا عند الناس اللي هما يتحسنوا في الصيف تعطي ريزولتا عند الناس اللي هما يتحسنوا في الصيف معناتها وقت السخانه سورتو معناتها كي يمشيو يتعرضوا للبحر يقول لك نمشي انا للبحر راني نتحسن انا نمشي للبحر نتحسن. هذوكما هو شنو هي الشمس فيها الاشعه الفوق البنفسجيه هما هذوكما الاشخاص كي تحطهم انت تعمل لهم اللازير اكزايمير والا تعمل لهم بيفا ثيرابي يتحسنوا لك. اما الناس اللي هي تقول لك انا تهيج عليا في الصيف هذوكما شنو غير ما تحسنش راهو بالاشعه هذه. دونك لازم وقتها كي تبدا الحاله معناتها كيما نقولوا احنا ايتوندو موجوده بكيفيه كثافه معناتها في الجلده وقتها نعطيو حريبش ولا زريق. دكتور خل على الاقل من 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 زوز الاراء اللي سمعتهم واللي قالوا لي وكانه دواء عرب يعني ديما راني ما نحبش اما سامحني في الكلمه سامحني في المصطلح انه استعملني انه كلمه دواء عرب. فما ناس يقول لك فما سمعت جاتني مراقة كثير حايمرة وفي الصدفية رانا ساعات نستعمل الزيت نتاع الحوت. ما استغربت معناتها دكتور معناتها شنو قال لي نقدر نستعمل ساعات الزيت نتاع الحوت. باهي إذا قال لك فما خلينا نكمل فما اللي أصغر كوا معناتها بلو جون معناتها شوية الجيل نتاع الألوفيرا اللي قاعدين توا التوندونس معناتها يقول لك لا والله ساعات كي تيجي علي ولا تبدا تحمر البلاصة هذيك ساعات نعمل الجيل هذاك ونحس روحي خير وبريت معناتها دكتور. كلمة بريت راهي كلمة كبيرة. هذي اللي قالوا لي فهمت دكتور. هي تتحسن إيه داكور دوما تتحسن كيما هو حتى كيما يستعمل حد شيء راه فما صدفية تبرة من غير حد شيء تبرة وتعاود ترجع معناتها. يسمك تعرف اللي دويت العربي هما شنوما معناتها في الأخر معناتها مواد طبيعية مش تحطها أنت على جلدة. احنا اللي نعرفوه معناتها طبيا اللي هو القطران يحسن يحسن الصدفيه وده ما قبل كانوا فما دويات اباز دو غودرون معناتها باش يحسنوا الصدفيه لكن الكيفيه الاستعمال وقداش الكميه لازمك تعرف القطران ينجم لي كونسيريجين ينجم يعطينا دي كونسير من قلت لي انت على الزيت نتاع الحوت والا لالوفيرا زيت تاع الحوت انت تو اون طران ديدراتي. دونك احنا كي نحطوا لي كريم هيدراتونت وحدهم راهم الاميليور معناتها لازمك تعرف لا كريم هيدراتونت من لاكسيون نتاعها انها تنقص من رونوفالمون سيلولير. دونك هي انت اوتوماتيكمون اوتوماتيكمون الفا ابيزي لالوفيرا هي انتي انفلاماتوار. دونك انت بالطبيعه انت كي تحط لالوفيرا راهي مش تحسن الالتهاب الموجود باش تحسن ما تبريش. يزمك تعرف زادا من بين الحاجات اللي تحسن الصدفيه هما المياه المعدنيه كي تمشي انت لي ستاسيون تيرميك راهو يعاونوا برشا 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 بوغ ابيزي لانفلاماسيون وباش يحسنوا الصدفيه. معناتها الدواء العربي سا ديبون هو شنو الدواء العربي باش تقول لي يبرا راهو ما يبراش يتخبى ايه معناتها خاطر يدخل فيها عامل نفسي كبير اللي انا كي باش نستعمل هذاك رانا اني مش نبرا فهمت. دونك اللي هو العامل النفسي مهم ياسر بالنسبه للصدفيه. نعرفوا اللي فما القطران اللي هو يحسن نعرفوا اللي ستاسيون تيرميك من بينها معناتها اي معناتها تحسن برشا كيما مثلا فما مرضى يمشيوا بالذمه العين كانت سيره خاطر فما نوع من الطين اللي هو ينحي الغدوي الغونوفالمون سيلولير الى بيز لانفلاماسيون. مياه المعدنيه كلها راهي تحسن
الصدفيه. دونك هذاك علاش احنا بيدنا ننصحوا انهم يمشوا لي ستاسيون تيرمال باش يحسنوا الصدفيه. دكتور خليني نتاكد على النقطه دي. انا عندي في الدار شكون مريض بالصدفيه، كي نغسل وجهي ولا نستعمل نفس المنشفه نجم نتعدي والا لا دكتور؟ لا، الصدفيه هي مشي مرض جرثومي ما يعديش. الصدفيه مشي مرض جرثومي ومشي حساسيه وراهي ما تعديش. حاجه اخرى انا بربي معناتها يزيد نقلوا بعضنا ساعات نعاونوا الناس معناتها خاطر ياسر احنا عندنا هكا ابوك ترى واحد عنده حاجه في الجلده بالنسبه لنا احنا راهو يعدي يولي معناتها يعقدوه العبد معناتها يجي يقول لك انا قابل المرض نتاعي معناتها لكن الناس هي اللي مش قابلتني معناتها انا نجي مش نمد فلوس ولا مش نمد ورقه الراجل يهرب ها فما شكون ما يقبلش عليك الفلوس يقول لك تعطيت بالفلوس اي معناتها يهرب معناتها ما ليه معناتها ما يلزمش الكون احنا عندنا مرض واحد من بين الامراض بون المرض اللي هو سواديزون ما يتشافش برشا بون كيبدا فما قيح في الجلده وجلده مسلوخه النجم يعدي سورتو كيبدا فما قيح فما عندنا مرض الجرب هو اللي يعدي فهمت جرب ما تراشي انت نجم يعديك وما تراشي اللي هو عنده جرب باش نبداو متفاهمين معناتها الجرب يحك وجرثومه تبدا في البلايص الدخلانيه ما فماش علاش ودايغ جرب ما يعديش في انتهى كان كي ترقد انت وياه فرفرج ولا تلبس الحوايج حتى كي تصافحوا ما يعطيكش في وقتها. دكتور خليني اخذ معايا تليفون عند ليلى سيسا. ليلى اهلا وسهلا. الو على السلامه. مرحبا بك ليلى. اخويا معاك الدكتوره هاجر كشوح. مرحبا دكتوره. سؤالك بربي انا عندي ولدي ولد 12 سنه. بديته فيه شعره. بديته بشوي هزيته على الطبيبة هنا في القروان أعطاته دوار كما تحكي أنا نتبع فيك من أول ما بديته ببردت هاي الحمد لله في أنا ما كنت نعرفها صدفية كي عودت رجعت هزيت رجعت لها قلت لي راهو كما هكا راهي تزبط باهي بشوي بشوي ماشية وتكفر قايع في راسه قايع هكا في راسه وحكيت 8-9 دورات هكا فهمت به. سؤالك شنو الدكتوره قل. السؤال نتاعي نحب انا مش نحكي مثلا نقول لك مشيت برشا ولا داويت بعد ذاك ولدي وما يهمنيش حتى مع ولدي عطيني ولدي يبرا واش خسرت وين مشيت لتوسا مشيت ما يهمنيش حتى نحب نسالها سؤال بركه تجاوبني عليه يجي نهار يبرا ولا لا؟ ينجم يجي نهار هذا مش بيدينا احنا لكن اللي نعرفه احنا في حدود العلم نتاعنا احنا اللي قلت لك احنا ما نجموش نجاوبوك ما نجموش نقولوا لك راهو مش يبرالك ما عادش باش يرجع احنا في حدود العلم نتاعنا المرض هو مرض مزمن يبرى ينجم يعاود يرجع ينجم نهار من نهارات يتخبى يولي ما عادش عنده حد شيء لكن مش احنا اللي مش نقوله لك الكلمه هذه هو الوقت فهمت باش يقوله لك والعمر نعرفوا اللي الصدفيه كي تبدا في عمر صغير تبدا نقولوا في اغلب الاحيان 70-80% كي يكبر الصغير ويبلغ تتخبى في برشا صغار يجي وعندهم برشا امراض جلديه ويتخبوا من بعد ما يبلغوا لكن هذا ما نجموش نجزمو بذلك والا نقولوا لك اي 100% راه ولدك باش يولي ما عادش عنده حتى شيء ما نجموش نقولوا لك الكلام هذا ضد العلم المرض نعرفوه اللي هو يتخبى يرجع جلد نتاعو لاباس ينجم يعاود يرجع العدد نتاع ظهور المرض في الوقت ينجم يتوي الفريكونس نتاعو الرجوع نتاعو ينجم ينقص مثلا يجيه توا ينجم بعد عام يبرا يعاود يرجع له بعد عام ينجم بعد البلوغ يكبر ينجم تنقص الفريكونس نتاعو تولي تنقص هو يولي مرتاح اكثر لكن احنا ما نجموش نجاوبوك ونقولوا لك اسمع راهو مرض مش نعطيوك الدواء اكهو مره واحده وكهو ما عادش تشوف الطبيب لا توا في المرحله هذيا راك انت باش تقعد ديما تتبع وما يلزمكش نقول لك ديما راهو نقول لكم راهو ما يلزمش تقلق ديما الواحد يرى غير ويستراح معناتها راهو هو مرض ينجم يعاود يرجع خير برشا من امراض نقول لهم انا راكم جيتوا لطبيب جلده بخيتو راهو لك في عند طبيب القلب لك عند طبيب الكلاوي لك ونصور زاده مع ولاد صغير مع قلب قشره الاحمر في شعره مع صغيره نجم جلبك نفسي نجم يتاثر هي عندها حق راهو احنا ما نلوموش عليها بالعكس
بالعكس معناتها امه مش اللي هي تصور انت هي عندها لا شغج نتاع الصغار وشغج نتاع هو باش تداويله بالدهينه كل يوم ولا نهار بنهار ولا اللي هو معناتها نعرف اللي هو شغج كبيره. لكن راهو ديما نقول دواء المرض هذا خير من امراض اخرى خاطر فيها دويات نجم نحسنه انا غدو هو ماشي المكتب غدو نجم ندهنه انا في الليل يصبح يبقى ما عنده حتى شيء. باهي مدام ليلى ما تقصش على طبيبه تعاود تبعها وشويه وسع بال شويه وسع بال راهو ينجم مع الوقت يولي لاباس. دكتور هاجر كشوخ انجليو مرسي لحضرك معنا وجبتك على جميع الاسئله مره الصدفيه لانتجريتي الانترفيو تلقاها شويه اخرى على الباج اوفيسيال فيسبوك. غدو باش تكون بحضرنا الدكتور عمان باش نحكيو على السبور وشهر رمضان هذه في اخر الايامات باش يكون موضوعنا غدو فيها للدكتور. ان غرو ميرسي ليكيب كامل كوتي تكنيك ريداكسيون برودوي اللي امنوا لكم 120 دقيقه من بثنا المباشر. نتلاقاو غدو في نفس التوقيت دي سيلا بي سيف يا دوما. خاطر في الحياة فهم نبنوا بالعلم وبأصحاب الاختصاص هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0 سانتي 5.0 مع الحايم صحتك بالدنيا.